كما عارف صفقه جديده في مشروع نادي النصر، النصر واضحه نواياه اسيويه وموسم للاكتساح. قبل ما اتكلم على صفقه علي الايامي، انا اتكلم على نقطه مهمه في بيان نادي النصر او في مفاوضات نادي النصر اللي هي مع اللعيبه. هل ابغى اسال سؤال، هل نادي النصر ارسل خطاب رسمي لنادي الاتحاد؟ احنا عمل احترافي، احنا دوري محترفين، احنا لازم نكون يعني احترافية العمل لازم تكون بشكل نظامي. المتعارف عليه انك انت تبغى لاعب ترسل خطاب رسمي للنادي. هل نادي النصر ارسل خطاب رسمي للنادي نادي الاتحاد بدل المفاوضات ان انا اكلمك بالتلفون واجيك في الملعب واكلمك ما ينفع، ده مو شغل شغل دوري محترفين، هذا شغل انك انت تكلم واحد شخصيا تقول له ابغاه ما ابغاه، هي صحبه صارت، ما هو شغل احترافي. في خطاب رسمي ارسله نادي النصر لنادي الاتحاد عشان تكون الامور واضحه. اوكي، بس هل في قانون يمنع انه رئيس نادي يتصل هاتفيا برئيس نادي اخر ويتفاوض معه؟ لا مو شغل نظامي، هذا مو شغل احترافي. بس ما في قانون يمنع يا حبيبي، انا ما اتكلم قانون، اتكلم عن شغل احترافي، انك انت تبغى لاعب ارسل له خطاب رسمي ولا انا ابغى انا اتفق رئيس مجلس اداره نادي الاتحاد معك في جزئيه الاحترافيه، ان انا ابغى اللاعب الفلاني ايش امكانيه، ايش امكانيه عشان انا اسويها عندي، هذه اسويها عندي ضمان ومستند ان انا ارسلت لك انه في شيء رسمي رسمي انت ارسلت لك هذا خطاب رسمي، انت ما رديت علي انا بعد كده اتكلم معك شخصيا، لكن انا ارسل لك خطاب رسمي عشان اكون عندي مستند، ولو تكلمت مع اللعيبه بعد كده انا قبل كده ارسلت لكم خطاب ترى. اي بس لاحظ بيان نادي النصر كان يتحدث عن انه لم يفاوض اللاعبين مباشره وهذا اللي يعاقب عليه القانون، هو قال احنا تواصلنا مع رئيس النادي انمار الحايلي. هو نادي الاتحاد قال انه في احد مسؤول من نادي الاتحاد تكلم وقال انه انا في مفاوضات لاعيبتي، في مسؤول؟ لا ما في، بس احنا كل المصادر الاعلاميه وعارف ان الاتحاد يشكو النصر في هذه المساله. طيب ليش انه في مفاوضات مباشره مع اللاعب؟ الاتحاد ما تكلم، الاتحاد ولا جاب سيره ولا مسؤول طلع ولا متحدث رسمي، هذا شيء جميل حقيقه، ولا قال ولا تكلم، ليش نادي النصر يسوي بيان؟ انا ما افهم ليش. حق شخصي من مبدا الشفافيه يوضح للناس انه الاتهامات اللي جته من مين؟ جت المشرفه. انا ما سواء في وسائل الاعلام او من نقاد او في صحف او في تويتر، شوف من حق انه يكون واضح مع جماهيره. اي معليش، بس انا ما تكلمت كجهه رسميه، تكلمت اعلام، اتكلم المشرف العام يجي يخرج يتكلم يقول هذا الكلام ما حصل، اللي حصل كذا، اما بيان رسمي وما حصل شيء رسمي من اي جهه رسميه من النادي الاتحاد تكلم انه مفاوضات، ها انا حقيقه مستغرب، لكن على العموم في كل الاحوال هذا رايهم، هم حرين يتخذوا يسووا بيان.